السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يا جماعة مش هيكون بخصوص أي شروحات ولا أي برامج ولا أي حاجة. موضوعنا النهاردة هيكون بخصوص مشكلة القناة بتاعتي واجهتها، وهي مشكلة المخالفات أو التحذيرات الغير قانونية. في حد بيحبني أوي عمل فيها تبليغ لإدارة اليوتيوب، أو تقريبا بلغهم إن في فيديو أنا مسجله هو كان عامل عليه حقوق ملكية أو نشر أو الكلام من ده، وبالتالي إدارة اليوتيوب إدتني أنا مخالفة، وكمان حذفوا الفيديو من على اليوتيوب. كان الفيديو اتحذف هو فيديو الكتابة بالدم على الفوتوشوب، وكمان في فيديو اتحذف اللي هو بتاع تفعيل انترنت داونلود مانجر. تمام، الفيديوهين دول قالوا ان هم غير يعني غير قانونيين او فعليهم انتهاك حقوق الملكية، فعشان كده تم حذفهم من القناة بتاعتي، وبالتالي القناة اخدت مخالفتين. ومع ذلك برضو ادوني سحبوا مني بعض الامتيازات من القناة بتاعتي، زي مثلا ان انا ما اقدرش ارفع فيديوهات اكتر من 15 دقيقة، وزي ان انا كمان ما اقدرش احط صوره مصغره للفيديو. تمام، طبعا مشكله الصوره المصغره للفيديو دي انا مش محتاجها في حاجه، وكنت بواجهها من فتره لكن ما كانتش بتفرق معايا في اي حاجه. لكن المشكله اللي فعلا واجهتني بجد، واللي خلتني اعمل فيديو النهارده واوضح للناس السياسه الجديده او النظام الجديد اللي هيمشي عليه الجروب بتاعنا على الفيسبوك والقناه بتاعتنا على اليوتيوب، المشكله دي هي ان انا مش هقدر ارفع لكم فيديوهات اكتر من 15 دقيقه. يعني لو انا مثلا بشرح دوره كامله، او مثلا بشرح درس كبير شويه، والفيديو ده عدى ال 15 دقيقه مفيش مشكله، لكن لو جيت ارفعه على القناه بتاعتي هيقول لي ان تم سحب الميزه دي من القناه بتاعتك، او الميزه دي غير متوفره مع انها كانت موجوده قبل ما اخد المخالفه. فطبعا ده اضطرني او دفعني ان انا اعمل قناه جديده على اليوتيوب باسم نفس اسم القناه القديمه. زي ما احنا شايفين دي القناه الجديده، طبعا مفيش فيها مشتركين غير اتنين تقريبا. القناه القديمه طبعا عدت ال 2000 مشترك زي ما احنا شايفين. تمام، هنا اهو، هنا 2081 مشترك، عدد كبير جدا، ومع ذلك المخالفات موجوده. طبعا انا عشان مش حابب ان القناه تتقفل، او مش حابب ان الفيديوهات بتاعتي تضيع، او يبقى اخد مخالفات اكتر من كده، لان انا كمان مخالفتين ممكن القناه تتقفل مني. فانا في غنى ان انا اقابل المشاكل دي كلها، وفي غنى ان انا اتسبب ان ناس كتير ما تقدرش تشوف الشروحات، فانا عملت قناه جديده. المطلوب منكم في الشرح بتاع ده، في الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده في الدرس ده، ان الناس كلها تخش على القناه الجديده وتعمل سبسكرايب او تعمل اشتراك، عشان يقدروا يكملوا معايا بقيه الدروس اللي مساحتها اللي وقتها اكتر هيكون اكتر من 15 دقيقه. زي مثلا هنا زي ما احنا شايفين في فيديو بيتكلم عن الدرس الثالث لتعديل الفيديوهات على الفوتوشوب. الدرس ده طبعا وقته 16 دقيقه 45. تمام، طبعا ما قدرتش ارفعه على القناه القديمه، مع ان القناه القديمه فيها اول درسين، لكن ما قدرتش ارفع الدرس الثالث للاسف، حصلت المشكله دي واضطريت ان اعمل القناه الجديده. فكل مطلوب من الناس ان هم يعملوا سبسكرايب على القناه الجديده بتاعتنا على اليوتيوب، عشان يقدروا يتابعوا كل الشروحات. في حاجه كمان عايز اوضحها، ان القناه الجديده مش هينزل عليها غير الفيديوهات اللي وقتها اكتر من 15 دقيقه. تمام، ده مش معنى كده ان الناس ما تعملش سبسكرايب او اشتراك، لا بالعكس، انا عايزك تعمل اشتراك وسبسكرايب، لان الفترات اللي جايه هيكون في فيديوهات كبيره مش هقدر ارفعها على القناه القديمه بتاعتنا، فهضطر ان انا ارفعها على القناه الجديده. تمام، القناه الجديده شغاله زي ما هي، مش هتقفل، الفيديوهات موجوده عليها زي ما هي، الناس تقدر تتفرج وتقدر تتابع، وكمان هنزل عليها فيديوهات عادي من غير اي مشاكل، لكن هيكون عليها الفيديوهات الصغيره. تمام، اما الفيديوهات الكبيره هتكون موجوده على القناه الجديده. اظن لحد كده الموضوع واضح، مفيش فيه اي مشاكل. طيب انا عشان اتفادى موضوع المخالفات بقى على القناه الجديده او القديمه او الليله دي كلها، عملت ايه؟ عملت لكم منتدى على الفيسبوك، على الانترنت. هو منتدى مجاني الحقيقه، عشان بس ما اضحكش عليكم، انا عملته في اسرع وقت لان انا ما اقدرش اوقف الشروحات اكتر من كده. تمام، منتدى طبعا التصميم انا اللي مختاره، وانا اللي مقسمه، وانا اللي عامل فيه كل حاجه، لكن هتقابلك مشكله ان انت لازم تسجل في المنتدى عشان تشوف الموضوعات اللي موجوده على المنتدى. يعني كل عضو او كل حد هيبدا يشوف الشروحات بتاعتي من هنا ورايح او من دلوقتي لازم يسجل في المنتدى، لان كل الشروحات اللي هتنزل على المنتدى اوريجينال سوفت وير. يعني انت لو تدخل على اليوتيوب عشان متعود انك تلاقي تحت الفيديو مثلا البرنامج اللي انا بشرحه او التفعيل، لا الكلام ده مش هتلاقيه دلوقتي، لان انا لما بنزل تفعيل تحت الفيديو على اليوتيوب التفعيل او البرنامج ده بيدي مخالفه للقناه بتاعتي، وبالتالي القناه ممكن تتقفل. فعشان كده من هنا ورايح الفيديوهات او اسف البرامج والتفعيلات هتترفع على المنتدى بتاعنا. فالناس طبعا اللي حابه الشروحات بتاعتي وحابه ان هي تتابع معايا، والناس اللي قالت ان هم بيفهموا مني بشكل كويس جدا، لازم يسجلوا على المنتدى دوت عشان يقدروا يشوفوا بقيه الموضوعات. طبعا انت اول ما هتدخل على اللينك بتاع المنتدى، الواجهه الرئيسيه زي ما احنا شايفين هنا بيطلب منك ان انت تعمل تسجيل. طبعا انا المدير بتاع المنتدى وانا الادمن، فعشان كده طبعا انا مسجل من ساعه ما عملت المنتدى. انا اقدر طبعا الغي الموضوع بتاع التسجيل ده، وان انت تدخل على طول تلاقي الشروحات، لكن انا عامل موضوع التسجيل ده عشان الناس تشارك اكتر والناس تتفاعل اكتر معايا. تمام، وعشان كمان المنتدى يكون عليه اعضاء كتير زي الجروب بتاعنا على الفيسبوك اوريجينال سوفت وير. فيا ريت بعد اذنكم، يعني هو طلب انا عارف ان هو غلس شويه، الناس اللي حابه تتابع معايا هتدخل على المنتدى وتعمل تسجيل. تمام،
هيدوس على كلمة التسجيل هنا أو من تحت ويبدأ يعمل يدخل بياناته، وبعد كده هيبعت له رسالة على الإيميل بتاعه عشان يفعل الأكونت على المنتدى. تمام، بعد ما هتفعل عادي هتدخل اليوزر نيم والباسورد وهتدوس على كلمة دخول، هيدخل معاك على الواجهة الرئيسية بتاعت منتدى أوريجينال سوفت وير زي ما احنا شايفين. هنا التقسيمات عندك، هنا أول قسم مشاكل وحلول، هنا دروس الفوتوشوب، دروس الفيسبوك، دروس الإنترنت، دروس المونتاج، دروس الويندوز، تحميل الألعاب وشروحات عامة وتحميل البرامج. تمام، في هنا عندك هتلاقي أقسام فاضية زي قسم تحميل البرامج والشروحات وتحميل الألعاب. التلات أقسام الأخر دول هتلاقيهم فاضيين لأن لسه أنا يعني المنتدى تحت التطوير. تمام، طبعا انا اعلنت عنه قبل ما ينتهي التطوير فيه لان انا مش حابب اوقف الجروب او مش حابب اوقف الشغل اكتر من كده، فالناس هتدخل على المنتدى هتلاقي بعض الاقسام فيها بعض الشروحات. تمام، لو افترضنا مثلا قسم دروس الفوتوشوب مثلا هتدخل عليه هتلاقي كل دروس الفوتوشوب. تمام، هتلاقي كل دروس الفوتوشوب خلاص. طب خلينا مثلا نشوف اي درس، هتدوس مثلا على الدرس بتاع المج دوت، هتلاقي ان الدرس موجود، الفيديو اهو الشرح. تمام، وتحت كل ده شرح هتلاقي تحميل البرنامج او تحميل التفعيل او تحميل اي حاجه انا بستخدمها في الفيديو، هتلاقيها تحت الفيديو على المنتدى. تمام، هتلاقيها تحت الفيديو على المنتدى. ليه انا عملت كده؟ زي ما قلت عشان القناه بتاعتي ما تاخدش مخالفات اكتر من اللي هي اخدتها. طيب، يبقى اذا زي ما اتفقت اللينك اللي هينزل على الجروب بتاعنا على الفيسبوك هو هيكون لينك خاص بلينك المنتدى، مش هيكون لينك خاص باليوتيوب. انت هتدخل على المنتدى وهتشوف الموضوع من خلال الصفحه اللي انت شايفها دي كده. تمام، ولو انت حابب تحمل البرنامج اللي انا شرحه في الفيديو او التفعيل هتلاقيه تحت الفيديو على المنتدى، هتلاقيه تحت الفيديو على المنتدى، مش هتلاقيه على اليوتيوب. تمام، مش هتلاقيه على اليوتيوب، واضحه قوي النقطه دي عشان الناس ما تسالش طب فين البرنامج اللي انت شارح عليه او مثلا طب فين التفعيل. كل الكلام ده هتلاقيه تحت الفيديو على المنتدى، مش تحت الفيديو على اليوتيوب عشان انا ما اخدش مخالفات اكتر من كده. تمام، اظن الموضوع واضح، وطبعا الناس اللي حابه تشارك معايا وحابه شروحاتي انا يعني الموضوع سهل بالنسبه لهم وبيستفيدوا منه، هيعملوا هيخشوا على القناه الجديده ويعملوا سبسكرايب عشان يتابعوا معايا. تمام، وزي ما قلت القناه القديمه شغاله برده من غير اي مشاكل، لكن هينزل عليها الشروحات الصغيره، اما الشروحات الكبيره هتنزل على القناه الجديده. طبعا برده مع الوقت انت كل فتره بتدخل على المنتدى بتشوف الاقسام اللي فاضيه نزل فيها مواضيع ولا لا. تمام، زي مثلا قسم الالعاب ان شاء الله هيتم رفع الالعاب، طبعا دي يعني ده نظام جديد او من ضمن خطه التطوير لاوريجينال سوفت وير، هننزل العاب كمبيوتر، هننزل العاب اكس بوكس، هننزل العاب اندرويد بكل انواع الالعاب. تمام، هتقدر تدخل تحمل لينكات مباشره وروابط كمان تورنت، وهتلاقي تفعيلات وهتلاقي كل حاجه. انا بس بستاذن الناس لما تلاقي قسم فاضي كده ما فيش فيه اي موضوعات زي تحميل الالعاب او الشروحات تدخل عليه بعد فتره عشان تراجع اذا كانت في حاجه جديده نزلت ولا لا، وانا باستمرار اي موضوع جديد هيتحط هنزله على الجروب ومعاه لينك المنتدى ولينك التوبيك او الموضوع بتاعه على المنتدى. تمام، مش هتكلم اكتر من كده طبعا، انا ده يعني دي مساعده منكم ليا انا شخصيا اذا كنت هتشترك في المنتدى او هتشترك في القناه الجديده بتاعتي على اليوتيوب، عشان طبعا اللي حصل دي بتبقى كارثه كبيره ان القناه تاخد مخالفه او ان الفيديوهات كلها تتمسح، دي كارثه انا طبعا مش هقدر اواجهها اكتر من كده. عشان كده عملت لكم القناه الجديده والمنتدى، اتمنى الناس تكون فاهمه الموضوع اكتر وتكونوا مقدرين المشكله اللي انا محطوط فيها بجد بسبب التبليغ اللي يعني اتقدم فيا لاداره اليوتيوب. بس انا كده خلصت الكلام بتاعي، مش لاقي حاجه ثانيه اقولها الحقيقه. ما تنسوش بس تعملوا بقى سبسكرايب على القناه الجديده اللي هي برده هتبقى اسمها محمد العتال عادي، والقناه القديمه برده هيكون بنفس الاسم. تمام، زي ما احنا شايفين الاثنين باسم واحد، هتميز بينهم عن طريق الكفر اللي انت شايفه هنا، الكفر بتاع القناه القديمه لونه ازرق وهنا الكفر بتاع القناه الجديده لونه اخضر. تمام، هتدخل وتعمل سبسكرايب على القناه الجديده عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات اللي انا هنزلها اللي هي هيكون وقتها اكتر من 15 دقيقه، اما الفيديوهات الصغيره هيكون موجوده على القناه القديمه بس. طبعا لو في اي حد عنده استفسار بخصوص المشكله دي او بخصوص ان هو يعمل اشتراكات في المنتدى او القناه يقدر يسالني وانا هرد عليه على طول من غير اي مشاكل. وطبعا مش يعني عايزكم كده تحبوا بعض وتساعدوا بعض عشان الموضوع ينتشر بشكل اكبر واقوى ويكون في تفاعلات اكتر، وزي ما انتم عارفين انا طبعا بحب اساعد الناس باستمرار، فيا ريت تعملوا اشتراك على القناه وتعملوا اشتراك في المنتدى عشان تتابعوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.